اولا مسار المركزي يرتبط على الاقل ثلاثه محاور اساسيه: مشروع القانون الانتخابي اللي هو مر في مجلس الشعب، التقسيم الترابي، التقسيم البلدي اللي هو جاهز، ومشروع مجله الجماعات المحليه اللي هو بصدد نقاش. هذوما ثلاثه مكونات اساسيه. المسار هذا سيتمتد على أكثر من 10 سنوات، مسار طويل يتمثل في نقل صلاحيات من السلطة إلى المركز إلى الجهات، فيه تحديات كبيرة، ولكن يمكن أن يغير الطريقة اللي يقوموا بها في التنمية في الجهات، لأنه باش يمكن من مشاركة المواطنين، باش يمكن من مبدأ التدبير الحر، وهذوما مبادئ دستورية، يمكن المواطنين من اختيار من انتخاب الناس اللي باش تكفل بالجهة متاعهم، يمكن المواطنين من اختيار المشاريع متاعهم، ثم المراقبة اللاحقة، لن يكون هناك مراقبة مسبقة من المركز على هذه المشاريع، وهذا باش يغير طريقة المشاريع. تحديات كبيرة، سيصبح في المستقبل رئيس المجلس الجهوي هو المكلف بالتنمية في الجهة عوضا على الوالي، وهذا يطرح تحديات كبيرة في علاقة السلطة اللامحورية بالسلطة اللامركزية. تحديات كبرى في مستوى الإطارات في الجهات، يلزمنا ترفيع في مستوى الموارد البشرية، في مستوى التمويل الذاتي في الجهات. الحكومة رصدت اعتمادات ضخمة خلال المخطط، أكثر من 750 مليون دينار للبلديات الجديدة المحدثة، وكذلك مخطط للنهوض بالبلديات الأخرى. فتحدي كبير ينطلق مع مسار الانتخابات البلدية. الانتخابات البلدية هي نقطة انطلاق مسار المركزية.